السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نتعامل مع الليارات. طيب ازاي اشغل الليارات؟ اول حاجة عندي هنا قائمة كبيرة بالليارات، وممكن اقول له انا عايز لير او كنترول شيفت ال، او ممكن اجي هنا من القائمة دي اقول له فعل لي اللير، واجي اقدر اتحكم في الليارات من هنا، اختار اللير اللي انا عايزها. فكرة الليارات ايه؟ فكرة الليارات ببساطة جدا ان انا بحط الشغل بتاعي على لير معين، فاقدر اتحكم، ممكن اطفي ده لير، اطفي لير اخرى وهكذا. طيب هقول له اعمل لير تانية، بيقول لي عايز اسميها ايه، ممكن اسميها مثلا سيركل، واقول له اد اعمل لير تالتة وهكذا. قبل ما ابدا ارسم ببدا اختار اللير اللي انا هرسم عليها، يعني مثلا هبدا ارسم سيركل بالشكل دوت، وبعد كده هقول له انا عايز ارسم لير كمان على لير اخرى لير 1، واروح مختار اللون بتاعي اهوت الشكل دوت. طيب دلوقتي الشغل دوت اللي انا حطيته بقى اسفل ديت، ليه؟ لان هي محطوطه على لير اسفل اللير بتاع السيركل ده. لو انا علمت على اللير دي اللي عليها النجمه وقلت له خليها اب، هتلاقي الشغل هو اللي طلع، لو نزلت هتبقى تحتيها فمش يبان الشغل بتاعي. دي فكره الليارات. ممكن في اي لحظه اقول له اطفي لي اللير ديت او اقفلها لي، اقفلها لي بحيث لما اجي احرك فيها ما تتحركش خالص، اللي هي اجي احرك فيها مفيش اي حركه خالص. اي لير تانية اقدر اعمل عليها سيلكت واحركها زي ما انا عايز. لو عايز انقل حاجه من لير للير تانية بعمل عليها رايت كليك واقول له موف تو لير، واروح محركها لللير اللي انا عايزه. لما اعمل سيلكت على العنصر هتلاقيه عمل لي سيلكت على اللير ديت، واقدر اختار درجه الشفافيه بتاعتها، اقدر اتحكم في البليند مود، ممكن مثلا اخليها بالشكل دوت او بالشكل دوت. وعندي هنا قائمة لير، بتلاقي مثلا ان انا اقدر اضيف لير، اقدر اغير اسم اللير، اقدر اخفي او اظهر اللير، اقدر اعملها لوك وهكذا، اعمل دوبليكيت لللير، اعمل ديليت لللير الحالية